البنت دي بتقول ان هي عملت ايس كوفي من المضرب ده، وبتقول ان ده احسن مضرب موجود في العالم كله، بيعمل لك الرغوة حرفيا في 3 4 ثواني حرفيا. بصوا اصلا الكوباية مليانة نصها رغوة بس من الايس كوفي، يعني بصوا في 3 4 ثواني بس عملت رغوة حرفيا نص الكوباية من المضرب الصغير ده. فانا دورت على المضرب ولقيته في ايكيا وجبته، وقلنا نجربه ونشوف هل فعلا هو احسن مضرب موجود في العالم ولا لا. فجبناه وقلنا نجربه. ده انا جبته من ايكيا ب 35 جنيه، 39 جنيه بالظبط عشان كان عليه عرض، لكن هو اصلا في الطبيعي بيبقى 80 جنيه بس. يعني ايه، انت تابعهم كده عشان دايما بينزلوا عرض، فانا جبته ب 39 جنيه. بيبقى فيه كده حجره من تحت، حجرين، بنحط الحجرين بتوعنا، بنقفل وبنشغله. وعلى فكره صوته طلع جامد جدا جدا، بصوا صوته باين قوي ان هو جامد. جبنا الكوبايه بتاعتنا وهنجيب النسكافيه. جبنا 2 نسكافيه للواحد بجنيه ونص، هنحطهم. وهتجيب السكر بتاعك حسب الرغبه، انا هحط هنا 3 اكياس سكر، تمام. وهنحط شويه ميه صغيرين جدا بس كده. وتعالوا بقى نجرب المضرب ده. بسم الله، هو تقريبا المفروض ازود ميه شويه كمان بس كده. نضرب بقى ونشوف. ده طلع بجد يا جدعان، بصوا عمل الرغوه في قد ايه. انا كده خلصت حرفيا ومكملتش 10 ثواني، وبصوا الرغوه عامله ازاي. بصوا الرغوه عامله ازاي، تقيله جدا، انتوا مش متخيلين. بصوا هي تقيله جدا حرفيا، يواله على الجمال والحلاوه. وانا كده قعدت 10 ثواني بس، ده كمان لو كملت كمان شويه ممكن تتلزق بقى في الكوبايه، تمام. ده كده الكوفي، بس مش عارف الحبه اللي تحت ما اتعملوش ليه، بس حرفيا بصوا جامد قوي. نجيب التلج بتاعنا، شكرا شكرا يا محترمه متربي. نحط كده التلج بتاعنا ونجيب اللبن. جامد 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 قوي قوي قوي، بصوا شكله بقى عامل ازاي. وهجيب الويبت كريم احطها كده من فوق، يبقى كده عظمه قوي قوي قوي. ممكن برضو ايه نزينها كده بايه، صوص الشوكولاته من فوق حبه صغيرين. يبقى احنا كده عملنا ايس كوفي بالمضرب اللي هي بتقول عليه، وطلع حرفيا مضرب جامد قوي. وفعلا عندها حق ان ده احسن مضرب موجود في العالم. عمل لي حرفيا قهوه تقيله جدا، قلبت الكوبايه ما نزلتش في 10 ثواني بس. فالمضرب ده نجح فعلا معانا. احنا بقى ممكن نعمل اصلا مقارنه ما بين المضرب ده والمضرب الشعبي اللي ب 20 جنيه والمضرب اللي هو السوستة، ونشوف الفرق ما بينهم هما التلاتة، وايه احسن مضرب حرفيا موجود في العالم. لو حابين المقارنة دي اكتبوا لي تحت في الكومنت ونشوف هنعمل المقارنة ازاي. وبس كده، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 اقرب وقت. والانستجرام بتاعي هنا، روح تابعني هناك، بنقدم محتوى جامد جدا جدا. وكالعادة دوس يا كوتش، السلام عليكم.